سلام عليكم، شراكم ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنين. دابا بروميير فوا تشوفوا لي فيديو تاعي، نقولكم مرحبا بكم في لاشين تاعي، وما تنساوش تابونيو قبل ما تروحوا، وخلوا لي ان كومونتير، واذا عجبتكم لا فيديو خلوا لي دي جيم. اليوم راح نديرو طريقه سهله مهله باش نديرو ورق الشخشوخه. من اللي تجربوا هاد الطريقه ما تزيدوش كاع تعجزوا عليه، فريمون فريمون من نهار اللي ديكوفريتها وليت كاع ما نتفنيش عليهم، وفي دقيقه نديرهم. ميم لي ديبيتون لي جامي داروهم نكونسيكم تجربوها بهاد الطريقه، تجيكم فريمون سهله. كيما نعرفوا ندير هنا عجينه تاع مسمن نورمال. درت السميد وشويه فارينه اونكاو السميد ماشي مليح، ونبقى نزيد هكذايا في الماء، نعجنها شويه يابسه، ومن بعد تيك هاي اللي كخليها توجور شويه يابسه، ما نجروش العجينه باش تجينا سهله في الحلان. ومن بعد نجي هكذايا نلوزها. من نديرهم هكذا كويرات صغار، قد ما نديرهم صغار قد ما تجيكم سهله اكثر واكثر. تقدروا تعجنوها الصباح واش تحوس تريح، قال باغ اكزومبل تعجنوها الصباح وديروها هكذايا طويرات صغار وتخلوهم يريحوهم، والفطور باغ اكزومبل طيبوها ولا العشيه باش تكون سهله. وبهذه الطريقه دوك تشوفوني كيفاش نحل مام ان غروند كونتيتي، وفي دقيقه تكملوها، متفيقوش كاع كيفاش تكملوها. كيما راكم تشوفوا هنا من بعد ما ريحت نحكم بابي كويسون، نحل هكذا اللوزه الاولى، نستعمل الزيت بيان سور، حليتها غير هكذا شويه ونحطها دكوتي كيما راكم تشوفوا. ندير لا ميم شوز مع لا دوزيام، ونروح لهذيك الاولى اللي حليتها ندير فوقها الزيت ونحط عليها لا دوزيام اللي حليتها. بين وحده وحده الزيت، لازم ندير الزيت باش ما تلصقناش. دوك تشوفوا معايا كيفاش راح نحلها، لازم الزيت. اتونسيون ديروها وما ديروش الزيت بيناتهم وتلصق لكم. انا قلت لكم من دوك الزيت لازم، فوالا ماشي غوند كونتيتي كيما راكم تشوفوا، غير هكذا قطره زيت بيناتهم. حليت ثلاثه قرصات هكذا وحطيتهم وحده فوق وحده، ومن بعد نحكم هكذا نحلهم مليح، نحلهم قد ما قدرت. يا اونكور انا هنا والله طحت في سميد ماشي مليح، عيان. لو كان طحت في سميد مليح تخرج خير وما خير. وبهذه الطريقه تاني ما يخرجوكمش الحواشيش، والحاشيه تجي رقيقه ماشي كيما اللي تروحوا تحلوها وحده بوحده، بعدا وسخي اوبليجي تحو هذيك الحاشيه باسكو تعود خشينه، تعود سامبا في الماكله. شوف هنا رققتها، تقولي راهي وحده القي، راهم ثلاثه ورقات راهم. وبالبابي كويسون ما تولي ما ترجع ما فريمون يعاون. شوفوا هنا راهي ترونسبارون، تالوكو راهم ثلاثه، رانا درنا ثلاثه خب ورقات وحده فوق وحده، وغير تنشف قلبوها هكذا. كي تشوفوها تقولوا جامي ما هي حتى تحل، جامي ما تقدروا تورقوها. ودوك تشوفوا ها ديجا بدات دير هذوك لي بولدار، بدات تتنفخ، وكي تعود تنفخ هكذا خبطوها باش تزيد تتحل، تجيكم سهله في الحلال. ها شوفوا كيفاش تنفخ، هاي تتحل وحدها.
كما راكم تشوفوا انا اوكر طيبتها فوق لا بلاك. لو كان طيبوها فوق الطابون على نار قليله الطيب كاع كيف كيف. انا طابت لي جو سوي اوبليجي نعاود نطيب الطرف وحدهم كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا هاي تحلت سهله مهلة. يعني نقول ونعاود فريمون تستحق التجربه وكان مره. وصدقوني اذا درتوا هذه الطريقه ما تعاودوش كاع ديروا الطريقه واحده اخرى اللي راكم تستعملوها سي لا ميغ. انا جربت شحال من طرق مي هذه خلاص ديفينيتيفمون نعاود نديرهم هكذايا. هنا نزيد نحل معكم واحده اخرى. ما تنساوش بين وحده وخوتها ديروا شويه زيت. وكي تعود تطيب قلبوها ماشي تخلوها حتى تطيب الجهه الاخرى غير تنشف من فوق عاودوا قلبوها باش تبدا تتنفخ باش تنحل. فوالا شوفوا راهم ثلاثة اون ديغي كو جامي ما تتحل وتتحل كيما قلت لكم. واذا تغوماركيو هذه راهي انتقبت لي وهكذاك وتنحل ما تخافوش. ها راهي تتنفخ راكم تشوفوا فيها تتنفخ. ونطيب دركا الطراف. هاكم تشوفوا هاي تتحل. وهنا ملاحظة برك كي يعودوا يطيبوا وتحطوهم دايما نشتيو حطوهم في ساشي اون بلاستيك. ولا حتى كيما راكم شفتوني انا دايره ساشي هكذا اون بلاستيك ودايره فوق طرشونة باش يعرقوا باش ما يبسوش باسكو رقاق يبسو كي تخلوهم اليغ ليب هكذايا. ماشي يبسو كاينه ريسك يبسو لكم او موا طراف. كي ديروا الساشي ما تخافوش. ها شوفوا كيفاش راهم يتحلوا بسهوله خلاص. هاي ليك شوفوا الورقة ترانسبارانت.
والطراف كاع ما كاش هذوك الحواشي الخشن كاع ما يخرجوا لكمش. شوفوا هنا معايا كيفاش مع الطوف كيفاش هيتبان. كانت هذه هي لاغوسات تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وبروفيتو مادام جاي المولود سيو تجربوها، ماكمش راحين تندموا عليا. ما بقى لي نقول لكم سلام.